اديني حكيت لك يا سيدي الناس بنت الدرج عملت فيها ايه. كي تستجرى وتعمل فيك كده؟ عشان غلبانة وقليلة حيلة استفردت بي وحريمك بدل ما يدافعوا عني وقفوا يتفرجوا. وقفوا يتفرجوا كلهم؟ ليلتهم كحلة الليلة دي. ما عملتش حساب لكبير ولا لصغير، وبعد ما عملت عملتها السودة دي خدت في وشها وطفش. طفشت؟ راحت لفين؟ غارت لبيت ناسها. كيف تستجرى وتعمل كده؟ ايه فاكرة البيت ده ملوش كبير ولا ايه؟ بنت جليلة رباي وبينها كده هتتعب دياب اخوك. لا 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 لا، ده هي اللي هتتعب قوي، وشكلها كده لازم يتكسر لها ضلع. لا رايح فين يا سيد الناس؟ رايح لها، رايح لها بيت ناسها. لا بلاش بلاش بلاش، استني ده انا الليله هجيب عليها واطيها. بلاش بلاش يا سيد الناس بلاش. أوعي. بلاش، هيقولوا اني خبصتك عليها. انا ما حدش يعرف يخبص معاك. بلاش يا سيد الناس، يا سيد الناس بلاش. انا ودي والزمن طويل يا حكمت. جريها بنت، انت عامله زي الكرش البراني اللي كل ما نصرفوه يعاود لنا تاني. لا يا عمي ما تقولش كده. اسكت انت. جراها يا سادق، انت مهما كانت بنتي ولا يمكن يسيبوها تتبهدل خالص. انت تلكك، عايزه تفشكل الجوازه وتبوظ الترتيب. خلصت كلامك يا عمي؟ ويفيد بيها الكلام وانت راسك ناشفه وحجر صوان. راسي ناشفه صح، لكن في الحق عشان انا مره حره ومحبش حد يدوسلي على طرف، وهعيش حره واموت حره. وبعدين انا رجعت لبيت ابوي ومحدش يقدر يمنعني مني. بيتك ومطرحك يا بنيتي. جريها يا نفيسه، ده بدل ما تعجليها. يا عمي ما احنا لازم نقف جنبها ونعززوها قدام اهل جوزها عشان يقدروها ويعملوا لها الف حساب. دي مهما كانت بنت الطراشنة. اسكت عاد، ايش فاهمك انت؟ سيساد سيساد، عايزه ايه يا زفت؟ سجابني البطاش، جه تحت ومستني حضرتك. وري انا جاي وراك. حاضر. يا دي المصيبه السوداء، شفت عمايلك يا ست حكمت؟ اتدلع وشوف عاوز ايه. ما انا خابر هو عاوز ايه. جاي يدينا كلمتين في جنابنا بسبب بنتنا اللي ما عرفناش نربيها. انا بتربي احسن رباية. وهي اللي متربي احسن رباية تفوت بيت جوزها من غير اذن؟ شكل هم. مالك يا محروس، فيك ايه؟ خايف، خايف عليك يا حكمت. ما تخافش، انا عارف انا بعمل ايه. عجبك اللي عملته بنت اخوك يا صديق بيه؟ طبعا لا يا سي جابر، بس انت كمان مرتك نجيبه غلطت فيك. هي اللي مدت يدها على مرتي، طحنتها ضرب، وبعدها خدت في وشها طفشت وجات على هنا ما عملتش اعتبار لاي حد فينا. في دي عندك حق، بس انت خابر، ده كلام حريم لا يقدم ولا هيأخر. لا يا عمي، دي حديد صح، والحريم اللي انت بتستجل بيهم دول غير ما انت فاهم، ويا ويلك من كيدهم. ايه اللي دخلك في كلام الرجاله؟ الموضوع ده يخصني وانا حد واحده اتكلم فيه، خصوصا ان اللي هيمشي في الاخر لازم أن يكون بخاطري وعلى مزاجي. شايف؟ جايب بنت اخوك وقله ادبها؟ جابر، كونك اخو دياب جوزي ما يدكش الحق تطول علي، خصوصا ان الست مرتك هي سبب المشكله. حكمت، تلم المال واعملي لي اعتبار. انت على راسي يا عمي، لكن ما تاخذنيش، كل شيء هيمشي برضاي. وايه عادي اللي يرضيك يا حكمت هانم؟ أقعد هنا معززة مكرمة في بيت ناسي لحد ما دياب يعود من السفر ويشوف لنا حل في الموضوع ده. يعني أنت بدك تشعلليها؟ لا، أنا بدي أرسى بيناتنا حدود عشان ما حدش يخطيها. ليه؟ كلام إيه وحديد إيه الماسخ ده؟ شوف يا جابر، نجيبة مرتك عايشة متبغددة وكبسة على نفس باقي حريمك ومستجوية عليهم اكمنها جابت لك الواد. وانت ايه اللي خششك بناته؟ هي اللي خششتني لما حاولت تكتمني زيه، كانت فاكرة اني هنيخ وطاطي، لكن لا، انا مرة حرة ومحدش يتحكم فيا غير برضاي. وان قلتلك هتاجي معايا دلوقتي حتى لو غصبانية، ده ممكن يحصل يا جابر،
لكن في حالة واحدة بس، لو قتلتني واخدتني جثة. يابا يابا اصحى يابا، انا طاهر. اصحى طاهر. ازيك يا حبيبي؟ وحشني قوي. انت كمان وحشتني قوي يابا. طمني عليك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا ابني، كل اللي يجيبه ربنا كويس. ربنا يخليك لينا يابا ويطول لنا في عمرك. يلا حسن الختام يا ابني. ما تقولش كده، ما تزعلنيش منك، ربنا يجعل يومي قبل يومك. بعد الشر عليك يا ابني، ربنا يبارك فيك ويخليك لمراتك ولولادك وتفرح بشبابك. تعيش يابا. قول لي يا ابني، انت جيت امتى؟ لسه واصل، قلت اجي اشقر عليك الاول قبل حق. بص بقى، جبت لك معاي الموزة بنقطة اللي انت بتحبه، وعايزك بقى تخلص لي الكيس ده كله. خليهم يا ابني لمراتك ولولادك. ماني عملت حسابي، جبت لهم معايا بجنيه بطاطا مشوية. ايه كتر خيرك يا ابني، ربنا ما يحرمني منك ابدا يا ابني. ولا يحرمني منك يابا. ده كفاية انك انت يا ابني مش مخليني محتاج حاجة ابدا. ما تقولش كده، هو انا انسى؟ ده احنا كنا عيال صغيرين لما امي ماتت، وانت مرضتش تتجوز عشان ما تجيب لناش مرات اب تقرفنا في عيشتني، وكان نفسك تعمل لنا كل حاجه، بس انت كنت كحيان اياميها وما كانش حيلتك اللضه، وكنت دايما تقول لي يا طاهر يا ابني العين بصيره والايد قصيره. كان غصب عني يا ابني. انت هتعيط وتقلبها لي مناحي؟ ماني عارف انه كان غصب عنك، عارف ومقدر كمان. ربنا يخليك لي يا حاج. ما تخافش، ده أنا هقشر لك موزتين عشان تزلطهم على بق واحد. مبروك يا حسام. الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك سعادتك. انسى الشغل دلوقتي بقى واتبسط. حاضر. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. كلميني اول ما توصلي. يلا بالسلامة يا بنتي. خدي بالك من جوزك. يلا يا سعيد. حاضر. مش فاهم والله. تروحوا ترجعوا لنا بألف سلامة يا نور عين. خلي بالك مني يا سامة. ها؟ عايزاكوا بقى تقضوا كده هنيمون حلو وتنبسطوا، المكان هناك يجنن. خليكي في حالك انت يا اختي ملكي بتاعك. ما انت سبقتونا وجربت. بقول لكم ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا عم انت؟ هتتخض من اولها ولا ايه؟ انا حجزت لكم في نفس الاوتيل وفي نفس الاوضة. نفس الاوتيل ماشي، نفس الاوضة لا، تاخد مراتك وتروح انت نفس الاوضة. يلا كده برضه. بقى من نفسك يا عريس. بقول لك ايه؟ لا مؤاخذة يا جماعة، تعالى. محمد امك ها مواعيد الادويه ولا كلمك افكرك؟ خلاص يا حسام، ما تقلقش. ورحمه ابوك ما فيهاش اهمال. خلاص تمام. بقول لك ايه يا حبيبي، هو انت بعد حده الفرح بتاعت النهارده هتعمل ايه؟ هو انت هتفضل رزق طول عمرك كده؟ انت مالك اعمل ايه؟ اعتبرها ماموريه يا باشا. تبقى ماموريه سعيده. يلا يا باشا. مبروك. يلا ولا ايه؟ يلا مش هنفضل واقفين في الزحمه دي. يلا سلام على سلام محمد. عقبال عندكم جميعا، عقبال عندكم جميعا. مش عايز تحيي سياده اللواء؟ تحياتي بقى لسياده اللواء، وقولي له ان انا بشكره جدا جدا على 10 ايام اياهم دول. السلام عليكم. سي جابر عاود ليله امبارح من غير ما يجيب حكمه معاه. واه، لكنه الموضوع كبير قوي عاد. وهو الكبير علم بالموضوع؟ والله ماني عارفه. ربنا يسترها. شفت عاد يا سيد الناس؟ عشان لما اقول لك البت حكمت دي هتتعب دياب اخوك تبقى تصدقني، اهي ما رضتش تعاود معاك. والله ما انا خابر اقول يا ليل كبير لما يعاود من مصر، وكل ده بسببك انت يا وش المصايب. ما هي ضربتني برضه. ما هو من طولة لسانك وقلة ادبك. اكده برضك يا سي جابر. يا ولي افهمي افهمي، حكمت دي لا هي فتحيه ولا اعتدال ولا حتى عنايات، دي بنت خشت مدارس ومتعلمه، بنت مدارس يعني وشها مكشوف. يعني بتنصرها علي؟ انا بس بفهمك انها ما ناوياش تعدي الموضوع ده على خير. ربنا يستر لما يعاود الكبير من مصر ودياب من غربته. باي عليك ضربه تيجي في معاميعك. Thank you.
اشتقنا لك. الحمد لله على السلامة. الله يسلم. اوكي يلا بينا. يلا. يا هلا بدياب. كرواتيا منورة. كرواتيا منورة بنسهة وبنورك يا مستر الألبير. لو مشتاق لنور مستر الألبير ما كنت خبتها لغيبة كلها. صح. طمني أخبار الشغل شو؟ قبل أخبار الكبير والدك شو؟ الكبير بسلم عليك قوي وبقول لك الموسم هيبتدي ولازم نكونوا جاهزين لكل الطلبيات. المبلغ تحول من حسابهم لحسابنا والبضاعة رح تتسلم بالمحل والوقت اللي اتفقنا عليه. فإذا تابع الترتيبات مع دياب. دياب أنا عندي موعد مسبق فبعتذر، إنما على العشاء رح نكون سوا بنحكي برواق عن والدك وعن كل شيء. Take your time مستر أربير. توحشت قوي. اشتقت لي كتير عشان هيك غبت كل هالغيبة.